بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من ميدان سباقات الهجن في ميدان الشيحانية في هذا اليوم الكبير، في الحضور الكريم الكبير والتواجد لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، ليشمل بمتابعته الكريمة منافساته وانطلاقات هذا اليوم. كما يسرنا أيضا ويطيب لنا أن نرحب بهذا التشريف والتواجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي، من شرفنا بالحضور والتواجد لمتابعة فعاليات هذا المهرجان وانطلاقات هذا اليوم الذي سيحدد رموز الذهب والأشواط الرئيسية التي سوف تتنافس فيها نخب النخب من أجل انتزاع الرموز. ها هي الأسماء التي ستحضر في متابعة انطلاقة هذا الشوط الأول المفتوح، شوط خاص باللقاية البكار لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ، شوط مفتوح مسافته 5 كيلومترات. كل الأنظار تتابع مسار هذا اليوم بأشواطه المميزة، وتحديدا الأربعة الأولى التي ستحضر فيها الرموز الشلفة الذهبية في الشوط الأول الرئيسي والخاص بالبكار المفتوح، والشوط الثاني هو شوط أيضا خاص بالقعدان المفتوح وجائزته خنجر ذهبية، بالإضافة إلى أشواط أخرى خاصة بالبكار العمانيات وبالقعدان العمانيات أيضا. إذن هنا لحظات الاستنفار، لحظات الترقب التي تسبق بداية هذا الشوط، الشوط الرئيسي، الشوط الأول، الشوط الذي خطف الأبصار وبالتالي بدأت القلوب هنا تتسارع في انتظار إعطاء إشارة البداية، بداية مرحلة جديدة من مراحل سباقات الهجن. انتهت مرحلة الإعداد وابتدأت مرحلة الحقيقة، وها نحن نبحث عن الحقيقة في ميدان الحقيقة في هذه الأشواط، أشواط الذهب، والذهب لمن سيذهب. دعونا نتابع معكم بشغف، نتابع بصمت ربما في هذه اللحظات، وسأيضا سأكون معكم متابعا لأدق تفاصيل التفاصيل حتى نكون معكم متابعين لهذا الشوط الكبير في المهرجان السنوي الكبير تحت رعاية سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. هنا الميدان يرحب بالشعارات، يرحب بالأسماء الأصيلة التي تنحدر من سلالات عريقة أصيلة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ. التاريخ سيكتب في هذا اليوم، سيكتب عن ميلاد نجمة جديدة وبطلة جديدة هنا في شوط البطولة، في تحديات هي من أقوى التحديات. ميدان التحدي إذن يعلن مشاهدينا الكرام عن بداية مسيرة أشواط الذهب. وبدأت مشاهدينا الكرام معركة اللقاية في الشوط الأول، الشوط الرئيسي. هذا هو التحدي، وإلا هذا هو التحدي، وإلا فلا. شوط يستلب العقول ويسترق القلوب، تتفجر فيه منافسة لا كلام بعدها، بعدما أفرغ كل مضمر ما في جعبته فالكلام عندئذ يكون في الختام. الله الله الله. إذن مشاهدينا الكرام، حضرت القوى العظمى وحضر فطاحلة وعمالقة المضمرين ليكون الموعد بينهم هنا في الشوط الرئيسي. بداية مشاهدينا الكرام، أتابع هذه المنافسة التي اشتعلت، لم
تشتعل الآن، ولكنها اشتعلت قبل بداية الانطلاق. مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول، بهجة في شوط البهجة في مهرجان البهجة. انطلقت بهجة مع المركز الأول لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضمر بهجة علي بن جميل الوهيبي، الوذنة تحتل المركز الثاني وتنطلق بشعار هجن الشيحانية. يضمر الوذنة سالم بن فاران المري، قبى على المركز الثالث لهجن العاصمة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يتولى عملية التضمير حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الرابع فلسفة تنطلق بفلسفتها في الركض وفي الأداء، فلسفة لهجن العاصمة. يضمر فلسفة الوافق من إمكانيات وقدرات حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما في المركز الخامس حضرت الشاهينية بدمائها الأصيلة في خامس المراكز لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضمر الشاهينية المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري. هذه النتيجة في أول جولاتنا، في أول نداءاتنا على الأسماء الذهبية التي تنطلق في شوط الذهب، في شوط سوف يعطي شهادة الميلاد لنجمة بل لبدر البدور. إذا مقدمة هذا الشوط ما زالت فيه القيادة مع بهجة، وتبتهج النفوس بما ترى، وأيضا تستر العيون بمتابعتها للشوط الرئيسي، شوط الشلفة، الشلفة الذهبية. بهجة على المقدمة على رأس حربة المنطلقات لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات. يضمر بهجة المضمر علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين، هل سيظهر بالرمز؟ نتابع معكم. الوذنة في المركز الثاني لهجن الشيحانية، يتولى عملية التضمير سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث الشاهينية تتدخل بعد أن كانت في خامس المراكز، تتسلل الآن باندفاعات قوية مع هجن الرياسة والشعار الحمر الشعار الخطر. غيرت الشاهينية واستلمت المركز الثاني الآن لتكون سيطرة الرياسية على المركزين الأول والثاني. يضمر الشاهينية المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري الوذنة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع فلسفة الآن على رابع المراكز لهجن العاصمة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يضمرها لهجن العاصمة، يضمرها حمد بن راشد بن غدير الكتبي. وفي المركز الخامس الله يهود، أيضا أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء القوية لهجن العاصمة، يضمرها حمد بن راشد بن غدير الكتبي. وصلت الآن وانطلقت لهابة، أيضا اسم عملاق، اسم يرشح ويرشح في يوم الأمس، رشح هناك من قبل الخبراء. غيرت لهابة الآن، زادت من لهيب الشوط، زادت من اشتعاله، بينما الغارية أيضا تنطلق بدورها وتنطلق لهجن الشيحانية. يضمر الغارية، هناك سلطان الوهيبي، ووصلت الداودية. الله الله، انتباه، تحذير، وصلت الداودية الآن، غيرت الداودية لتستلم مقدمة هذا الشوط. المركز الأول مع الداودية، بطلة كأس الخليج، بطلة التوقيتات المميزة، سابق الريح، سابق الريح يا الداودية، انطلقي فإنك شديدة في شوط الشداد. الله الله الله، الداودية على المركز الأول مع هجن الشيحانية. 1200 متر، 1200 على خط النهاية، على معرفة نجمة النجوم. الله الله الله، إذا هنا الداودية في المركز الأول لهجن الشيحانية، المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني بهجة لهجن الرياسة الكل.
الجول الأخير، وتحركت الداودية وتحركت معها بهجة، وانطلقت أيضا في المركز الثالث. ما شاء الله هجن الشيحانية أيضا تطلق لنا سليل في المركز الثالث، سليل لهجن الشيحانية، انطلقت سليل وتحركت أيضا، هناك انتباه لهجن العاصفة، الداودية مع الذهبي، الذهب الذهب الذهب، الله الله، الداودية على المركز الأول، سليل في المركز الثاني، المركز الثالث، انتباه، وصلت انتباه، انتبهوا يا جماهير، وصلت انتباهات، انتباه انتباه، هجن العاصفة تقدم انتباه، بهجة على المركز الرابع، الداودية إذن على المركز الأول، المركز الثاني سليل، هناك انتباه، هجن العاصفة وهجن الشيحانية في معركة اللقاية، في معركة شوط البكار المفتوح، انتباه انتباه انتباه، سليل سليل، وانتباه انتباه وسليل، الله الله الله، سليل على المركز الأول، الشلفة الذهبية، شحانية الشلفة، سلام 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 الشحانية، سلام سلام سيدي سمو الأمير، مبروك يا أهل قطر، سليل سليل وانتباه، سليل وانتباه، سليل وانتباه، سليل سليل وانتباه، الله الله الله. إذن المعركة الخطيرة، التهاني مشاهدينا الكرام، إذن في هذا الشوط نعود معكم إلى لحظات الإعادة، المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب الداودية لهجن الشيحانية، المركز الرابع بهجة لهجن الرياسة، والمركز الخامس كان من نصيب منصورة لهجن الرياسة. حبس الأنفاس في شوط الكاس، في شوط الشلفة، لمن الرمز؟ دعونا نتابع، دعونا نراقب، دعونا نحدد المسار، أين اتجه؟ عموما الكل فائز في هذا اليوم، التهاني إذن إلى أين ستذهب في شوط الشلفة الذهبية؟ هنا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، في شوط الشلفة الذهبية ما بين سليل وانتباه، انتباه وسليل، والمعركة الحاسمة، المعركة القوية هنا ما بين هذين الاسمين. دعونا ننتظر معكم مشاهدينا الكرام لحظات حسم هذا الشوط، التهاني إذن نزفها لهجن الشيحانية وهجن العاصفة على تقديم هذا المستوى الرائع، على تقديم هذا المستوى الراقي، ما بين انتباه وما بين سليل، انتباه وسليل، شيء نادر يحدث هنا في عالم سباقات الهجن. الرمز إذن هنا مكرر ما بين سليل وانتباه، نحيل الأمر هذا لأنه صراحة أكبر مني هذا الموضوع. شوفوا وتابعوا وراقبوا هذا التحدي وهذا الشوط الكبير، سليل وانتباه، انتباه وسليل. عموما تهانينا والكل فائز في هذا الشوط. المركز الثالث جاءت الداودية بتوقيتها 7:17 32 جزءا من الثانية. أعطوني توقيت المركز الأول المكرر ما بين سليل وانتباه في شوط فيه تحدث مفاجأة بالنسبة لنا كمتابعين، بالنسبة لنا كمراقبين، وإن كنا مشاهدين الكرام قد تابعنا حدثا مميزا يحدث للمرة الأولى في عالم سباقات الهجن. المركز الأول لو سمحت أحمد مخرجنا العزيز، إذا 7:15 56 جزء من الثانية، أعتقد بأن لجنة التحكيم هي التي سوف تباشرنا وتوافينا بالفائزة بالمركز الأول في هذا الشوط الممتاز.